وهكذا يطلع نهار آخر يقود إلى زمان آخر. تم الفتح يا أمير المؤمنين. رسول أميني يا مولاي. وأنا سأكليه بأبي جعفر. وأنتم المرابطون تتوقدون حماسا لحماية الأمة. لقد بلغت مملكة اليمامة وعاصمتها جور قرطبة وكل ديار الأندلس. هذه دولة ودولة فوق جعفر وفوق يحيى وفوق أنا. ألم جلا وطلاع الثنايا ولست بقاطع طريق. ما جئت مستجديا بل مطالبا بملك على جميع جامشريه.